صحيح وأن الإجرام والقتل حاجة خايبة على الأخر، لكن الحق في بعض الأحيان وفي بعض القضايا نكتشفوا في الأخر بلي القاتل وإلا سفيح صاحب مبدأ ومعترف بكل الحاجات اللي عملهم ومسلم أمره لله وحاضر لأي عقوبة باش تجيه على خاطره وراجل ومعترف بذنبه. صحيح هو محابس، صحيح هو قتل أرواح، لكن قلبه طفل صغير. على عكس نوع متاع قتل ترويح أنا بيرسونيلمون نكرههم على الأخر ونحسهم جبناء وحكيتهم فارغة ولازم يمارسوا عليهم العذاب الشديد ويعاقبوهم أقصى عقاب. وشوية آخر تفهموني فاش نحكي وعلى أي نوع من السفاحين قاعدين نحكيو واللي تنتمي لهم بطلة القضية متاعنا متاع اليوم. دونك العادة ما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب، فولو على انستغرام وانضموا للجروب متاعنا متاع الفيسبوك، وخلينا ننطلقوا في القضية متاعنا متاع اليوم. قضيتنا اليوم باش ترجع بينا للتسعينات وباش ترجعنا لعام 1993 وباش تسافر بينا للمغرب الشقيقة وباش دخلنا لواحد من المراكز في الدار البيضاء وين مشاو بعض المواطنين باش يبلغوا على جارتهم واللي عندهم بريسك 4 ايام ما شافوهاش و4 ايام غايبة على انظار، 4 ايام يدقوا عليها في الباب وما تحلش، 4 ايام وهما يخرجوا يقعدوا قدام الباب وما تقعدش معاهم. الاربع ايام هذم خلاو برشا سيناريوهات يخطروا في بالهم، سيرتو وانه الاخت اللي نحكيوا عليها مراه كبيرة في العمر وتعيش وحدها، حد ما جاها وحد ما يطل عليها بخلاف جيرانها واللي يعرفوها بالقدا ويعرفوا بلي هي ما عندها وين تمشي. والسبب هذاك قرروا انهم يمشيوا للحاكم ويبلغوا عليها بعد ما فقدوها كما قلنا لمده 4 ايام كاملين. في النهار الاخرين وبالضبط في النهار الرابع بعد اختفائها مشاو كالعاده جيرانها للدار لعل وعسى المره هذه تحل لهم الباب، لكنهم تفاجئوا ولاو متخوفين اكثر دوب ما وصلوا قدام الدار، مش على خاطرها كانت مازالت مفقوده وما تحلش الباب، بل على خاطرهم كانوا يشموا في ريحه بيزار خارجه من الدار، ريحه ما تبشرش بالخير، وكان بودهم انهم يخلعوا الباب ويدخلوا لداخل، لكنهم كانوا بلوز وموا عارفين شنيا صاير، كانوا عارفين شنيا تنجم تكون مصدر الريحه هذيك، ومن المستحسن انهم يكلموا الحاكم باش يتخذوا الاجراءات اللازمه، خير من اللي يدخلوا داخل وحدهم ويوليوا متورطين في جريمه قتل. مشى الحاكم على وجه السرعه لدار الأنسة وتأكدوا من كلام الجيران الحاجة المسكينة ما تحلش الباب وظهر وإنها ما هيش غادي، لكنها ما تنجمش ما تكونش غادي على خطرها في الأصل ما عندها وين تمشي، وملي دخلت لدارها آخر مرة حتى حد ما شافها خرجت. حاجة أخرى تخلي الحاكم شبه متأكد وإنه المسكينة الداخل هي الريحة اللي شموها واللي كانت خارجة من تحت الباب واللي كانت مش غريبة عليهم، وكانوا متوقعين الشيء اللي باش يلقاوه دوب ما يدخلوا للدار، وافكتيف مو شافوا المشهد اللي ما كانوش يحبوا يراوه، مشهد كانوا خايفين منه جيران الحاجه بما انها تسكن وحدها، كانوا قبل ديما يطلوا عليها بما انها مراه كبيره والموت لا تعرف الكبير لصغير، كانوا خايفين عليها ليجي اجلها تموت موت تربي وما يفيق بها حتى حد، ومعمرهم ما كانوا متخيلين وانه المسكينه باش تكون نهايتها هكاكا. الاخت المسكينه ما توفاتش وفاه عاديه وما تحتش مش بالعاني زلقت وماتت، كان المشهد من الاول يوحي وانه صار اكسيدون والسبب هذاك كانت في القاعة على ظهرها وغارقة في دمها، لكن كي قرب الحاكم وزادت وضاحت الرؤية ولاو جيرانها يحمدوا في ربي بلي هما كلموا الحاكم وما دخلوش باش يشوفوها وحدهم، على خاطرها المسكينة كانت للأسف شديد مذبوحة من الوريد للوريد، مشهد مستحيل ينجموا يتحملوه جيرانها، ومن دون أدنى شك كانت سبب وفاتها جريمة بشعة على الآخر نشكوا أنها لغاية السرقة. الخزانة متاعها كانت الكلها داخلة بعضها ودبشها كان مفروض، وظهر وأنه السيد وإلا المجموعة وإلا الأنسة اللي قامت بالشيء هذا قصد الدار حاجة باش تقتلها، لكن كيف كيف الظاهر وانه الفاعل ماهوش مجرد سارق، حاجة وحويجة منها يقتل ومنها يسرق، على خاطر الفاسون اللي تم التخلص بها من الانسة ما كانتش عادية، كان ينجم يخنقها يعطيها محبس يضربها بقلاية والا تو سامبلومون يدزها وتتوفى، حاجة في الخفيف وما تخليش مشهد بشع برشا كيما خليه السيد، لكن برجولية ذبح من الوريد للوريد باستعمال آلة حادة مش متاع سارق عادي، سيرتو وانها نحكيو على مرة كبيرة عمرها 72 سنة وعايشة وحدها، ومش الحاجة هذي كهو خليتني نشك كونه جريمة ماهيش لغاية السرقة كهو، بل نقول وانه السيد والا الانسة بالعاني اختارت الحاجة مباركة باش تكون ضحيتها، اكيد مش على خاطرها باش تكون مخبية برشا فلوس، مرا عمرها 72 سنة ظاهرة وانه صعيب باش يكون عندها برشا فلوس في الدار، وماهيش ورثت اذا كان تعمل الشيء هذا الكل على خاطرها، لكن بوسيبل وانه يكون الشيء هذا الكل صار باش الفاعل والا الفاعلة تقرجم المسكينة الحاجة وتقتلها، تعمل ان بون كيف وتتمتع في القتل، ويكون سبب اختيار الانسة هذيك هي سهولة العملية وعدم قدرة الحاجة وانها تقاوم والا دافع على روحها. لما الحاكم كل الأدلة والبصمات وانطلقوا في رحلة البحث على الفاعل وإلى الفاعلة وإلى المجموعة اللي قامت بالشيء هذا، والسبب هذاك داروا على جيران الكل بالواحد بالواحد وبالدار بالدار، قعدوا يسألوا فيهم هل أنهم شافوا في الفترة الأخرى شكون قرب من دار المرحومة، إنسان وإلا مجموعة من العباد غرباء على المنطقة، لكنهم الكل كانوا يقولوا بلي الأوضاع كانت عادية على الأخر ليامات الأخرى، وما كانت فما حتى حاجة غريبة وحتى حاجة مثيرة للشكوك، وعلى قد ما مشاو وجاو على دار المرحومة قبل وفاتها ما شافوا حتى حاجة غريبة، وما
شافوا حتى انسان براني على الحومه قرب من الدار. تيي حتى عائلتها وما يجيوهاش، عندها في حياتها كان خوها ويسكن في مدينه بعيده وما كانش يجيها جمله واحده، وحتى انسان ما يقرب من دارها بخلاف جيرانها المقربين. دونك صعيب برشا وانه انسان براني يقرب من الدار وما يفيقوش بيه. اي بورتون صار اللي صار، قتلت المسكينه وحتى حد ما شاف حتى شيء، بخلاف طفل صغير كان عمره 7 سنين كان يلعب هو واصحابه بحد الدار. وكانت المجموعه هذيك الامل الوحيد بالنسبه للحاكم. مشى لهم الحاكم وقال لهم ريتوشي حد غريب على الحومه قرب من الدار. يا اخي قال لهم الطفل هذا واللي كان عمره 7 سنين بل يقال وانه في النهار اللي صارت فيه الحادثه شاف مراه كبيره شويه في العمر لابسه جلباب اكحل وعامله نقاب ماشي في ثنيه دار المرحومه وهذا في يدها قفه. ويقول الطفل بلي هو شافها دخلت في زنق الدار المرحومه وما عادتش خرجت. سألوه الحاكم على ملامح وجهها لعل وعسى تكون هي الفاعلة، لكنه قال لهم بلي هو ما شاف حتى شيء بما انها كانت لابسة نقاب. وقال لهم زيدا بلي هي ظهرت له وكأنها دور على ديار وتطلب، وتنجم تكون الأخت هذيك هي القاتلة كما تنجم تكون مجرد مرأة عادية متنقبة محتاجة وتطلب. ولسبب ذاك قعدوا يلوجوا على مرأة بنفس المواصفات هذه في أرجاء المنطقة، ما كانت فما حتى مرأة بالمواصفات متاحة ومتنقبة. دونك زيد كبر شكهم في كونها هي الفاعلة وما هيش مجرد مرأة متنقبة محتاجة وقاعدة تطلب، بل تنجم تكون هي القاتلة لكنها بالرسم محتاجة، لكن مش محتاجة فلوس بل محتاجة فريسة سهلة المنال باش تقتلها. سمع خو المرحومة باركة بالشيء اللي صار على أخته وكان حاضر من دون أدنى شك بحذا دار المرحومة على وجه السرعة. واستقبلوا الحاكم في المركز مش بشي عزيوه ويواسيوه بل بشي يبحثوا معاه بما أنه مسلم في أخته وماهوش قاعد يطل عليها وينجم يكون هو اللي قتلها وإلا عنده علاقة بوفاتها. لكن بعد البحث معاه طلع خاطيه مهم الاخته لكنه مش هو اللي قتلها. وقعد الحاكم يسال فيه هل انهم عندهم شكون في العائله متنقبه نجم تكون واحده من اقاربها عملت فيها الشيء هذاك، لكن اقاربها الكل كانوا بعد عليها وما عندهم حتى واحده متنقبه في عائلتهم. الشيء اللي خلاهم يزيدوا يحيروا في امر الانسه المتنقبه واللي اذا كان تطلع هي مولات العمله مستحيل تكون مواطنه عاديه والا سرقه مبتدئه. على خاطر بعد شويه ايامات يخرج تقرير البصمات اللي عملوا الحاكم وملقاش الحاكم حتى بصمه للفاعله والا المجموعه ملقاو كان بصمات المرحومه وجيرانها. جيرانها واللي بحد ذاتهم خبروا عليها وقالوا باللي هي مفقوده داروا اصابع الاتهام الكل الجارات مباركه وبحثوا معاهم. نجم تكون واحده منهم سمعت باللي عندها حاجه ثمينه في الدار طمعت فيها دخلت لها سرقتها وقتلتها، لكن اتضح انه الفكره هذه مستبعده على الاخر. جيرانها امبوسيبل يخونوا العشره ومستحيل واحده فيهم تكون قادره وانها تقتلها من الوريد للوريد. ملقى الحاكم حتى دليل قاطع يثبت ادانه واحده منهم في الجريمه. اصلا البصمات اللي القام الحاكم في بلايس قاعدين على الاخر في الدار جارات كلهم ناس مليح وحتى وحده فيهم ما تنجم تقتل انسان من الوريد للوريد. والحاجه اللي بالرسمي زادت خلت الحاكم يتاكد وانهم الكل خاطئهم هي وانهم الكل كانوا يقولوا في نفس الكلام واقوالهم ما تبدلوش جمله واحده، مستحيل يكونوا متفاهمين ومستحيل من الاخر يكونوا هما اللي قتلوا المسكينه. موصل الحاكم معاهم حتى شيء، لكن خو المرحومه اعطاهم معلومه ثمينه على الاخر بلي القاتله والا القاتل كان عارف فيش قاعد يعمل بالضبط. يقول خوها بلي مرحومه كانت مخبيه مبلغ مالي مهم في الدار حاجة ما كنتش متوقع حجمها واحدة. مبارك الله يرحمها ترفس معلومة حتى من جيرانها المقربين ما يعرفوهاش. ويقول بلي الأخت تقبل كانت تخدم بالكدا وكانوا الفلوس هذوكم اللي مخبيتهم ثمرات مجهوداتها. وأنا مازلت شاد في بحثي بعد المعلومة هذه ونشكوى أنه دافع الجريمة في القضية هذه مش مجرد السرقة بل ما يكون ورا العملية هذه كان مرأة بسيكوباتة وتحب الفوضى وعملت جو من دون أدنى شك وهي تقتل في المرأة المسكينة. ومن الآخر القضية تو نشوفوا كان كلامي صحيح وإلا غلط. مش نهار ومش زوز ومش شهر ولا شهرين يتعداو ويتعدى عام كامل على وفاة المرحومة مباركة. ولتوا الحاكم ما يعرفش هل انه المرأة المتنقبة هذيك هي سبب البلاء والا خطيها وفما شكون اخر عمل في المسكينة هكاكا. وفي الحالة زوز لكن فما لا مشتبه فيه لا مشتبه فيها. قعد لغز غامض وفي الوقت هذاك ما كانتش الدنيا متطورة برشا وكاميرات المراقبة الوحيدين اللي كانوا موجودين في الوقت هذاك هم عوينات جيران. وكما قلنا بكري جيران ما شافوا شيء والمعلومة الوحيدة اللي توصلوا لها من قبل طفل كان عمره 7 سنين هي وانه فما مرأة متنقبة دخلت للزنقة اللي موجودة فيها دار المرحومة وما كانش بيان سور وجهها ظاهر وحتى من الحاكم ما كانش قادر وانه يتعرف عليها كانت مجهولة ومن با كانوا متأكدين باللي هذيك هي الفاعلة. ولسبب هذاك تقايدت الجريمة هذه ضد مجهول بما انه المرحومة المسكينة لكن عندها لا تالي لا والي وما كان عندها حتى حد مقرب بالكدا باش يجري ورا الحاكم باش يكتشفوا الحقيقة. العام اللي كنا نحكيو عليه ولاو 4 سنين باش نتعداو ديريكتومون العام 1997 وباش ندخلوا المركز اخر
مش متأكد هل انه نفس المركز ولا مركز واحد اخر. وين دخلت فجأة طفلة تبكي في حالة هستيرية ودخل بعضها على الاخر. قعد الحاكم يهدي فيها ويطلب منها باش تحكي لهم شنو اللي صاير. يا اخي قالت لهم بلي هي على عادتها مشيت لدار امها باش تزورها. نورمالمون كانت متأكدة وانه امها في الدار لكن لعل وعسى خرجت والسبب هذاك ما مشيتش وجبدت المفتاح نتاعها وحلت الباب وافكتيفمون طلعت الام ما غادرتش الدار بل غادرت الحياة جملة واحدة. الأم المسكينة كانت ملقاة على الأرض وغارقة في دمها. بنتها المسكينة ما كانتش قادرة وأنها تستوعب المشهد المريع اللي كان قدامها. ما تذكرش روحها شافت مشهد أخيب من عكاكة ومستحيل يجي نهار في حياتها الكل وأنها ترى مشهد ما أخيب. على خاطر أمها المسكينة ما توفيتش موت تربي وما طحتش مش بالعاني وتوفيت بل كانت المسكينة مذبوحة كل وحشية من الوريد للوريد. مشهد مش غريب علينا ويذكرنا بمشهد رينيه 4 سنين التالي لكنه كان جديد على الطفلة المسكينة بنت الضحية. كانت معرسة وتسكن بعيد شوية على أمها والسبب ذاك كانت ساعة على ساعة تطل عليها. كانت متهنية عليها بما أنها ناس طيبة وناس الكل يعرفوها في الحومة ومعمرها ما كانت متوقعة باللي جريمة كيما هكا تنجم تصير. مشى الحاكم لدار الضحية وقعدوا باهتين قدام الشيء اللي لقاوه. كانت عايشة مذبوحة وغارقة في دمها والدم داير بها مشيرات الكل. حاسب المعلومات الأولية ما كانت فما حتى طعنة حتى ضربة حتى كدمات وحتى آثار متاع عنف بخلاف آثار ذبح اللي تعرضت له المسكينة. وما كان الشيء هذا واجه شبه الوحيد ما بين الإنسان باركة والإنسة عايشة بل زوز كانوا خزينهم داخلين بعضهم. الزوز تمت سرقتهم بعد ما تم التخلص منهم بطريقة وحشية على الأخر. وزوز كيف كيف كانوا يعيشوا وحدهم وزوز كيف كيف كبار في العمر وزوز زادا خلاو الحاكم في حيرة كبيرة من أمره. بحث الحاكم كيما عمل مع مباركة بالضبط مع جيران المرحومة عايشة وسألهم وقتاش آخر مرة شافوا عايشة. جاتي حتى هي الله يرحمها اسمها عايشة عايشة ترحموا عليه الله يرحمه. وهل انهم شافوا حاجه هكا ولا هكا بحث دارها؟ ياخي قلت لهم واحده من جيران بلي شافتها نهارين التالي دخل بقفل دارها ومن نهار هذيك حتى النهار اللي لقاو فيه الجثه نتاعها ما عاد شافتها. هزوا الطب الشرعي جثه المرحومه عايشه بالضبط كيما هزوا الانسه مباركه وبالضبط كيف كيف كيما عمل الحاكم في قضيه مباركه. قعد الحاكم يدور على كل متساكنين ودخلوا الكل محل موجود في المنطقه. كانوا في الاصل ناسين الشيء اللي صار على الانسه مباركه سنين التالي الى ان يجي راجل يذكرهم في قضيه المسكينه اللي تقايدت ضد مجهول. قال لهم بلي هو كان ماشي في نهار من نهارات باش يصلي الظهر على عادته تعدى بحض الزنقة اللي كانت تسكن فيها المرحومة عايشة ويرى امرأة غريبة على الحومة في الزنقة هذيك قاعدة تطلب. كان يحب يعاونها جاي باش يمشي لها لكنه خاف لا يفوت الظهر. يا اخي قال خلينا نمشي نصلي ظهري ساعة قبل ما يفوتني ومن بعد اكيد تو نرجع لها تو نلقاها غادي ونعطيها مكتب من ربي. مشى السيد يصلي وصلى ظهر على روحه ومن بعد قرر وانه يرجع للانسة اللي تطلب واللي كانت قاعدة مقابل زنقة المرحومة لكنه تفاجأ بعدم وجودها وظهر وانه الاخت مشيت على روحها. لكنها خليت الحاكم يتذكر المرحومة مباركة ويرجعوا بالزمان لعام 1993 العام اللي صارت فيه جريمة بنفس تفاصيل جريمة المرحومة عايشة. وكما قلنا بكري تفاصيل الجريمة ما كانوش الرابط الوحيد ما بين زوج جرائم بل يقول سيد اللي شاف المرأة اللي كانت تطلب كانت متنقبة وكان الوصف وتفاصيل اللي اعطاهم الشاهد الوحيد للحاكم هما نفس الوصف وتفاصيل اللي قال عليهم الطفل الصغير واللي كان عمره 7 سنين للحاكم واللي يقول وانه شاف امرأة غريبة على الحومة قاعدة تطلب في الزنقة اللي كانت تسكن فيها المرحومة مباركة. ولات الانسة المجهولة هذه المشتبه فيها الوحيد بالنسبة للحاكم وقعدوا يدوروا على الناس ويسألوا فيهم هل انهم شافوا في البريود هذيك مرأة متنقبة. وكان البحث المرة هذه جدي وصارم اكثر من البحث اللي صار في جريمة المباركة بما انهم كانوا شاكين وانه نفس المرأة اللي يحكي عليها الطفل الصغير هي نفس المرأة اللي يحكي عليها الرجل الكبير. دونك لهنا مانيش قدام مجرمة عادية بل نحكيوا على قاتلة متسلسلة وقاتلة متسلسلة ذكية شوية وتعرف وقتاش وكيفاش تقوم بالجرائم نتاعها. والحاجة اللي خليت الوصول لها بشوية هي وانها كانت ذكية وكانت تلبس في النقاب باش بالعاني ما يتمكن حتى حد من انه يكتشف هويتها. ولا سبحان الله شكون قال هي متنقبة جوست على خاطرها مجرمة؟ نجم تكون سبحان الله صحيح قتلة ترويح صحيح محبسية صحيح تقتل في العبيد اما مستورة سبحان الله علاش الظلم؟ هو في الاصل باش يصعب على الحاكم وانه يكتشف هوية السفاحة حتى ولو جاي وجهها ظاهر وحتى ولو ما كانتش لابسة نقاب. على خاطر على رغم انها كانت لابسة نقاب وحتى شيء ما هو ظاهر كانت تعرف كيفاش تتسلل وحتى انسان ما شافها
لداخل لخارج بخلاف طول صغير وراجل كبير. حتى انسان ما سمع حس عياط وقت اللي كانت الانسة تمارس في الجرائم متاعها، وحتى انسان ما شافها وهي في الحومة وقعدت تخطط لجرائم متاعها. بما انها مستحيل تكون تدخل لديار ضحاياها بالزهر وفي اوقات تختارهم بالزهر، وظهر على الاخر وانها دارسة كل تحركات الجيران وتحركات الضحايا متاعها، كيفاش عملت الدراسات هذوم الكل من غير ما يراها حتى حد، كيفاش الانسة جات لزوز ارواح وحتى حد ما سمع حتى شيء، هل انها تقتل لغاية السرقة والا تقتل وفي نفس الوقت او كتهز حويجه قبل ما تخرج. الاف الاسئلة كانوا في بال الحاكم لكنهم ما كانوش عارفين منين يبداو. وكيف كيف كيما صار مع قضية المرحومة مباركة، قعد الحاكم عام ونص كاملين وهو يلوج على خيط يوصلوا لسفاحة، لكن للاسف الشديد اختنا سفاحة كانت اذكى منهم وكانت تعرف ايش قاعدة تعمل، واكيد راهي فرحت من دون ادنى شك وقت اللي سمعت بلي بالضبط كيما صار في القضية الاولى قضية مباركة. تتسكر القضية الثانية قضية عايشة وتتقيد ضد مجهول، ينضم دوسي القضية لدوسي الانسة مباركة، والمرة هذه مش بعد 4 سنين بل بعد 3 سنين اكاهو، يوصل بلاغ من قبل مواطن صالح يقول لهم فيه بلي المسكين لقى امه الله يرحمها متوفية في دارهم. تحرك الحاكم من دون ادنى شك على وجه السرعة، والمرة هذه ما استوجبش الامر برشا ابحاث باش يفهموا بلي الانسة سفاحة المتنقبة ما تابتش لربي. الام اللي نحكيوا عليها الله يرحمها كانت مقتولة من الوريد للوريد، كانت كيف كيف خزينتها مفروتة وكانوا عندها بعض الاغراض الشخصية مفقودين، كانت غارقة في دمها، وكيما مباركة وعايشة جيرانها ما سمعوا بحتى شيء، ما شافوا حتى شيء وما شافوا حتى انسان غريب على الحومة. كانت ظاهرة شكون الفاعلة، وكان الحاكم شبه متأكد بلي الملا المتنقبة وراء العملة هذه، وباش يزيدوا يتأكدوا طلبوا من الابن وانه يحكي لهم على تفاصيل الواقعة. ياخي قال لهم بلي هو يخدم وبلي هو يروح مأخر للدار، وقت اللي يروح في نهار الواقعة حل الباب على عادته ويلقى امه للاسف الشديد ملقاة على الارض وغارقة في دمها. قال الحاكم بلي هما ترونكيل مع الحومة الكل وما عندهم حتى عداوة، بالضبط كيما المرحومة مباركة والمرحومة عايشة واللي توفوا الكل بنفس الطريقة، والكلهم ما كانوش عندهم لطعنات لكدمات والاثار متاع عنف، والكلهم كانوا عندهم كان ذبحة بركة في رقابهم جمع الرقبة الرقاب. هذه ما تحكيوش فيها معي، امبوسيبل تتعدى القضية هذه ضد مجهول، على خاطر اذا كان المرة هذه زادة تتعدى ضد مجهول باش يتفاجئوا من دون ادنى شك بعد 3 سنين والا 4 سنين اخرين بجريمة مماثلة. لازمهم يوقفوا السفاحة المتنقبة في اقرب وقت وباي طريقة ممكنة، سينو نسبة التهرم باش تيح على الاخر وتبقى دار بيضاء من غير جدود، على خاطر الظاهر وانه السفاحة المتنقبة ما تستهدف كان نساوين الكبار في العمر، مباركة في السبعينات وعايشة والانسة هذه في الستينات، الظاهر وانه السفاحة بالعاني تختار فيهم كبار في العمر بما انهم مش ينجموا يدافعوا على رواحهم، وهكيكا تمارس جريمة متاحة بكل اريحية وبكل وحشية، وفي نفس الوقت يكونوا ساوين هذم الكبار في العمر مخبين ذوباتهم وفلوسهم في الدار. دونك تخرج الانسة سفاحة رابحة بنسبة 1000%. وسع الحاكم نطاق البحث وسمعوا الناس الكل بالمتنقبة قتلت الارواح، وكانوا الناس الكل خايفين على جدودهم وامهاتهم، الشيء اللي خلى حتى من المواطنين الكل يدخلوا في رحلة البحث على السفاحة المتنقبة ويبلغوا على اي حاجة بيزار يراوها. والسبب هذاك يجي في نهار من نهارات بلاغ للحاكم من بلاصة مشبوهة شوية، يجيهم بلاغ من مقبرة وين مشي راجل باش يزور شكون توفاله، شاف مرأة متنقبة لابسة كلها بالأكحل وحتى شيء ما هو ظاهر منها بخلاف شلاكتها واللي ظهرت بيزار شوية بالنسبة للسيد، ظهرت له باللي هي شلاكة متاع رجال ولونها اصفر، لعله عسى خرجت مزروبه ولبست شليكه راجلها، لكن الشليكه متاعها ما كانتش الحاجه الوحيده جالبه الانتباه، بل حتى من تحركات الاخت كانت غريبه وخلت السيد يشك في امرها. والسبب هذيك قرروا انه يبلغ عليه الحاكم اللي تحرك على وجه السرعه ومشى للمنطقه هذيك اللي بحث المقبره، وقعد يسال في المواطنين في المنطقه هذيك لعله عسى فما شكون ينجم يتعرف عليها، ولقاو تفاعل كبير من المواطنين اللي هبطوا معاهم وقعدوا يلوجوا معاهم بما انهم كانوا خايفين على رواحهم لا تطلع الانسه هذيك هي السفاحة. والسبب ذيك كانوا وين ما يراو حاكم يدوروا بهم ويقعدوا يسألوا فيهم على القضية وين وصلت، وظهر وأنه الأنسة سفاحة سمعت بهم بلي هم قاعدين يلوجوا عليها، والسبب ذيك ما عادش ظهرت وبرامون خافت على روحها وشدت دارها. الناس الكل كانوا يسألوا عليها يتابعوا في الأبحاث ويستنوا فيها وقت يستتشد، إلا راجل بركة كان هو زادة يسأل عليها ويتابع في حوالها كما بقيت الناس، لكنه بيزرمون ما كانش يسأل على الأنسة هذه على قد ما كان يسأل في العبيد على الحاجات اللي توصل لهم الحاكم. كان ديما يحب يعرف الحاكم ونوصل وشن يعملوا بالضبط في الابحاث، وظهر وانه مش على خاطر خايف على الوالدة من السفاحة، كيف كيف مش على خاطره مغروم بالحاكم.
السبب هذاك كان يتبع في القضية، بل اهتمامه زايد بالتفاصيل من جهة الحاكم والفاسون البيزار اللي كان يتصرف بها في حضورهم، خليهم يشكوا كون السيد ينجم يكون عنده علاقة بالإنسة سفاحة، ينجم يكون شريكها في جرائم كيما ينجم يكون هو مولا شليكة الصفرة اللي كانت لبستها، ينجم يكون رجلها خوها وإلا أسفوار شي يقرب لها. والسبب هذاك قرر الحاكم وأنه يمشي سور بلاس ويسقسيه، قال له واحد من العوان شنية اسمك وين تسكن؟ قال له اسمي عيسى وولد حومة ونسكن قرابي. قال له زميل وين تخدم وشنية تخدم؟ يخي قال له عامل يومي عندي برويتة نلم اللي نلقاه ونبيعه. وطلب منه زميل بعد باش يعطيه بطاقة التعريف متاعه، كان ذكي سألوا على اسمه سألوا على خدمته قبل ما ياخذ بطاقة التعريف. ولا فجأة السيد يوكوك دخل بعضه والخوف كان ظاهر عليه من عينيه، كان ظاهر وأنه يكذب وقت اللي قال الحاكم باللي هو نسى بطاقة التعريف متاعه في الدار، وسلم معاه زميل بعيد وقال له نمشي معك للدار ونجيب بطاقة التعريف وإلا تعرش كيفاش هيا معنا المركز وتو غادي نكتشف هويتك الحقيقية. وغادي وين زاد السيد دخل بعضه وزاد ظهر عليه الخوف أكثر من اللي ديجا كان ظهر عليه، الشيء اللي خلى الحاكم يزيد يشك فيه حتى من قبل ما يبحثوا معاه. وقرروا أنهم يقصروا ثنية يبعثوا شكون باش يفتش الدار، ولهنا وين كانت الصدمة الكبرى، ما كانش راجل متناقبة وإلا خوها، ما كانتش كيف كيف بنته وإلا أخته، ما كانتش كيف كيف ليكس متاعو وإلا صاحبته، بل كان خونا هذاك هو بيدو المرأة المتناقبة السفاحة، ما كانتش متسلفة شليكة رجلها الصفرة، بل كانت شليكة هذيك هي شليكته، كان هو اللي يلبس في نقاب باش يضيع الحاكم ويمارس الجرائم متاعو بكل أريحية وبكل وحشية. راجل جبان متخبي ورا نقاب ويتقوى عن سيل كبار وضعاف، هذا هو نوع المجرمين اللي قتلكم من الأول باللي هو ما نحبوش، لا يزي مجرم جديد جبان ومتخبي ورا نقاب باش يزيد يتأكد الحاكم كون هو الفعل لبسوه نقابه وشليكته. استدعوا السيد اللي شافوا في المقبرة باش يشوفوا هل انه هذاك هو وإلا ليه، وإفكتيف ما عرف الحاكم الإجابة من قبل البحث. طلع هذاك هو السفاحة المتنقبة جبان السارقة، وعلى الرغم من شي هذاك الكل قاعد جبان يقول باللي هو خطيه وباللي هو ما عمل حتى شيء، على الرغم وأنه كان الخوف ظاهر عليه وكلمتين صحاح ما ينجمش يخرجهم، إلى أن فهم باللي وقفت زنقة الهارب واعترف بكل شيء وقال لهم كجبان باللي هو كان يختار في نساء كبار في العمر واللي كانوا يسكنوا وحدهم، بما انه كان يراهم فريسه سهله المنال ومن دون ادنى شك اقوى منهم، دونك تولي جريمه بالنسبه ليه سهله على الاخر وتصعب عليه من دون ادنى شك الرجله. يقول بلي هو في النهار اللي باش يعمل فيه جريمة متاعو كان يخرج من الدار عادي بلبسته العادية ويهز معاه معون خدمتو، يهز معاه النقاب متاعو ويمشي للمقبرة ويلبس النقاب متاعو وغادي ويتنكر مع الفجر قبل ما تطلع الشمس، ووقت اللي يقرب وقت الظهر يتحرك ويمشي لدار الضحية متاعو باش يمارس جريمته. بعد ما يكمل من جريمته يخرج من الدار بعد ما يتأكد كونه ما فما حتى انسان في الزنقة، ووقتها يكون ما يقلقوش كان شافو شكون، بما انه يبدا لبس النقاب ومش ظاهر، واللي راه يقول هذه مجرد انسانة مسكينة محتاجة متنقبة قاعدة تطلب. بعد ما يكمل يمشي كالعادة للمقبرة باش يبدل دبشيته ومن بعد يخرج منها وكأن شيئا لم يكن. المسروق متاعه كان يخبي فيه في حفرة تحت فرشه، لقى الحاكم الحفرة هذيك ولقى بعض من الحاجات اللي سرقهم وتم الحكم عليه من دون أدنى شك بالإعدام، برشا تهم أكبرهم القتل والسرقة. دونك فولا هذه كانت قضية خونة سفاحة المتنقبة، أعطيوني رأيكم فيها في الكومنتات وما تنساوش باش تخليو لايك وسبسكرايب فولو على الانستغرام وانضموا للجروب متاعنا متاع الفيسبوك، ونتقابلوا إن شاء الله السبت الجاي في قضية جديدة. بيس أوت. But I'm on the money feeding. I don't wanna go Bombay. Damn, I don't know what I do when I go from Beeling. Leading the pack in black and I'm on with the bag. Snapping with a phone and dive. Boss up a man with a duster. Put him in a drip and sip blockbuster.